وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة. دكتور وليد، بعد التحية، كيف يمكن للفرد أن يخفف العبء على خط الدفاع الأول ويساهم في الجهود الوطنية للقضاء على فيروس كورونا؟ هو مساء الخير على الجميع، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا يوم جميل على يعني جميع من يستمع إلينا ويشاهدنا الآن. أؤكد أن الجهود الوطنية لفريق البحرين قيادة صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه مستمرة بدون انقطاع، بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. نؤكد أن التزام الجميع بمسؤولية هو المكمل الأساسي للجهود والقرارات والتوصيات وركيزة هامة لنجاح كافة الخطط بما يسهم في القضاء على الفيروس وحفظ سلامة وصحة الجميع. الالتزام المسؤول، ونؤكد على أن الالتزام المسؤول ونكررها بالقرارات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية هو واجب وطني على كل فرد من أجل حماية نفسه وأسرته ومجتمعه والحفاظ على السلامة العامة. يسهم الالتزام في حماية أبطالنا في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية، ويخفف العبء عنهم كونهم خط الدفاع الأول في تحدي فيروس كورونا. نؤكد أن يجب على الجميع مواصلة ارتداء الكمامات خارج المنزل في كل الأماكن والأوقات ما عدا أثناء قيادة السيارة، وارتدائها عند ممارسة رياضة المشي كذلك مهمة، واستثناء الرياضات التي تتطلب جهدا بدنيا شديدا مثل الجري والسباحة وركوب الدراجات الهوائية. من المهم ارتداء هذه الكمامات عند مقابلة أشخاص لديهم أمراض وظروف صحية كامنة أو من كبار السن المعرضين أكثر للخطر داخل إطار الأسرة الواحدة. يجب على الجميع مواصلة الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات العائلية. أعتقد هذه النقاط اللي ممكن عامة للفرد أن يخفف العبء على خط الدفاع الأول فيها. نعم دكتور، ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها للوصول المبكر للحالات القائمة؟ دائما نؤكد أن وزارة الصحة مستمرة في جهودها لتحقيق الأهداف المنشودة في كافة مسارات العمل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، كما أن العمل مستمر على توسيع نطاق وأعداد الفحوصات اليومية للوصول المبكر للحالات القائمة بهدف سرعة الوصول لهذه الحالات وبالتالي سرعة علاجها بما يسهم في تعافيها بوقت أسرع. يعني كلما زادت عامة الأعداد للفحوصات كلما كان تغطية الحالات القائمة أكثر. نعم. عدد الفحوصات المختبرية بلغ اليوم أكثر من 554 ألف فحص مختبري حتى اليوم، وهذه يعني يمكن من أعلى النسب الموجودة في العالم. وأشير هنا إلى أنه بعد دراسة مستفيضة من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا برئاسة معالي فريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، تم يعني أخذ قرار بخفض مدة الحجر المنزلي الاحترازي من 14 يوم إلى 10 أيام للمسافرين والمخالطين، وهذا يسهم في أن المدة اللي يتم فيه الحجر المنزلي تكون أقل. وهذه الدراسة عقب يعني ما أخذ هذا القرار لبعد دراسة مستفيضة أنه بعد 10 أيام يتماثل الشخص عامة وما يحتاج أنه يكون عنده يعني الإصابة بحيث أنه يتعدي. هذا القرار جاء وفق خطط مدروسة بما يتناسب مع المستجدات الصحية والمؤشرات المتعلقة بقياس انتشار الفيروس في المجتمع. نعم دكتور، بالحديث بلغة الأرقام، كم يبلغ الإشغال الحالي في مراكز العزل والعلاج، وكم تبلغ نسبة المتعافين من إجمالي الحالات القائمة المصابة بفيروس كورونا؟ وأولا دائما نؤكد أن جميع الخدمات العلاجية مستمرة بالمجان في مراكز العزل والعلاج. تبلغ الطاقة الاستيعابية حتى اليوم لمراكز العزل والعلاج حوالي 8303 سرير، إجمالي الإشغال منها حوالي 3433. نعم. أما الحالات القائمة التي تم تطبيق العزل الصحي المنزلي الاختياري عليها فتبلغ حوالي 1904. هذا أسهم صراحة بأمر كثير بأن الناس عندهم وعي كبير بعزل نفسهم في المنزل. نعم. هذه 1904 عبارة عن حالات من إجمالي الحالات القائمة، وهي حالات لا تعاني من أي أعراض وتتطابق مع الشروط المحددة لهذا النوع من العزل. نؤكد دائما والحمد لله رب العالمين في البحرين أن نسبة المتعافين
من إجمالي الحالات القائمة بلغ حوالي 78.81% من الحالات القائمة، وهي نسبة الحمد لله بالعالمين عالية. في حين بلغت نسبة الوفيات تقريبا اللي هو 0.33% من الحالات القائمة، وإن شاء الله يا ربي تكون يعني أمورنا طيبة بوعي الناس والإحساس بالمسؤولية أكبر والتزامهم بالأمور الاحترازية. بكل تأكيد دكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات.